مؤاخذة نورة اتأخرت عليك يا بنت. فك التكشيرة دي، ده انا جايب لك فطار ملوكي. مؤاخذة، مد ايدك بقى كلي معاه لقمة. ده احنا بقينا عشرة. عشرة مهببة. هو انت مش قلت انك هتروحني بعد ما تكلم ابراهيم؟ زهقتي مني ولا يا نورة؟ هو انت هتلحس كلامك معايا ولا ايه؟ لا زناتي ما بلحس كلام، بس انا فهمت اخوك النظام، يسلمني اللي عنده اسلمه اللي عندي ونبقى حبايب. وادينا رايح كمان شويه اهو، على الله يصدق عشان تروحي ولو انك هتقطعي بيا يا بنت نور. وافرض ما عرفش يعمل اللي انت عايزه؟ ما تقدريش البلاء قبل وقوعه بقى يا نوره. بلاش الكلام اللي يسد النفس ده على الصبح. لحسن اخوك لو ما صدقش معايا هنتحشر انا وانت وهو حشره سودا ما يعلم بها الا ربنا، وعالم هتودينا لفين. كل يا نوره كل كل يا اختي، تلاقيك على لحم بطنك. كل كل يا بنت ما تخافيش، انا زي اخوكي برضه. يلا بينا يا حسين بيه. يلا يا حسين، يلا اتكل على الله بقى. روح مشوار السريع وابراهيم، روح مشوار ونرجع نتقابل هنا. ماشي منصور ومجبور باذن الله. انا هوصل ابراهيم وروح سيدنا الحسين اصلي ركعتين. هدعي لك ان ربنا ياخد بيدك ويعمي عينيهم عنك. بس اوعى تنسى وانت داخل تقول اللي قلت لك عليه: واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. ايش عم صار؟ خلي بالك من نفسك يا ابراهيم. ها مالك قلب وشك ليه؟ ما انت رايح تطمن على بنتك. بس خلي بالك بقى وانت طالع عند الدكتور ولا نازل حد يشوفك. ماشي يلا يا ابراهيم، توكلوا على الله. اديني بقى ايدك الطاهره دي. بس انت قلت لي انك مش هتربطني الا لو عملت حاجه. لا ده كان في الاول يا حلوه، لكن دلوقتي احنا دخلنا في الجد وانا رايح اقابل اخوك في مطرح بعيد، وبصراحه كده انا ما اضمنش ابويا. سلي نفسك انت كده واقعد ادعي ان اخوك يبين كرامه عشان نرجع لك بسرعه. لا مؤاخذه يا نوره، معلش. يا رب عاوني تكون قريت الملف كويس. ملف ايه؟ قضيه سليم الانصاري. ما هي كانت عندي قبل ما تجيلك. طبعا قريته، وقريته كويس قوي كمان. طب وايه رايك؟ لا رايي ده هكتبه في تقرير وهرفعه لسياده اللواء عماد مدير الاداره اللي سحب منك الملف وجابهولي. يا اخي بيقول لي حاجه غريبه قوي، ما لقاش اي تقدم بيحصل في القضيه. فهمت. طيب احنا باعتبرنا زمايل، يعني اكيد هتحتاج لي في حاجه، في اي معلومه، في حاجات انا ممكن افيدك فيها. يعني الحقيقه صراحه انا ما اعتقدش ان عندك معلومه ممكن تفيدني، والا كان زمانك قبضت على سليم الانصاري بنفسك. الا بقى لو انت سبته يهرب بمزاجك. مش صلاح الطوخ اللي تقول له الكلام ده عاوني؟ انت عارف صلاح الطوخ كويس قوي. عموما أنا قلت أعمل اللي عليا وعملت حساب للزمالة اللي بينا. لو احتجت لي أنا موجود. بقول لك يا صلاح، أنت عارف كويس قوي إن أنا وأنت طريقتنا مختلفة في الشغل، وأنت فشلت إن أنت تجيب سليم الأنصاري بسبب طريقتك دي. والملف لما جالي أنا ليا طريقتي، وهعرف إزاي أجيب سليم الأنصاري. عربية زمالتي مش موجودة يا ريس، ومراته شوية هتلاقيها نازلة. على الله بس متأخرش، مش هينفع نفضل هنا كتير. انت ناوي برضه تخش من الباب الرئيسي؟ لازم باب الرئيسي، احنا بالنهار عملنا اي حركه غريبه الناس تاخد بالها، لازم نتصرف طبيعي. مش بس القلق. مفيش قلق، ما تقلقش، سيب على الله. هي دي مراته؟ اه هي دي. اه ماشي، عينك على الشارع، لو في اي حاجه غريبه كلمني. ها تحت امرك. ماشي
ازيك يا ابو خليل؟ جدع انك سمعت الكلام وجيت. نوره فين؟ نوره بخير يا ابراهيم، ما تخافش هتبقى بخير اكتر لو سمعت كلامي. ما قلت لك ان انا تحت امرك، بس اهم حاجه نوره ترجع. هترجع ابراهيم، بس تسلمني اسلمك. لا حلو كده، البيعه تبقى خسرانه. يعني ايه؟ يعني سليم الانصاري مش تمن رجوع نوره وبس. طلعت مخربش يا ابراهيم، قالوا انا اللي كنت فاكرك غلبان. من عشر الام، وبعدين ما انا غلبان طول عمري. خدت ايه؟ يخلص ابراهيم عاوز كام؟ مش عايز فلوس. انا هعمل ايه بالفلوس وانا هربان؟ امال عاوز ايه يا ابراهيم؟ انا عايز براءتي. نعم اخويا، تعملها لك ازاي دي؟ ماليش دعوه، انا بعد ما اسلمك سليم مش هلاقي حته اروحها، ولا حد هيمد لي ايده، وهفضل برضه مستخبي وهربان لحد ما يمسكوني في الاخر. انا مش عايز حاجه غير حقي. انا ما سرقتش حاجه. الواد زلطة صبي حسن الضبع هو اللي سرق العهده بتاعتي من الدولاب. هو بقى اللي يشيل شيلته. قلت ايه؟ يعني كده اتفقنا؟ خلاص يا ابراهيم بقى، قلت لك سيبنا اشوف لك صرفة. الله، انت لسه هتشوف صرفة؟ انا مش فهمتك هتعمل ايه. خلاص سلمني سليم الانصاري وانا عنيا ليك. لا يا حبيبي، ما يبقاش ابني في حضني وادور عليه وانا بصراحه كده مش واثق فيك. يعني انا اللي واثق فيك يا ابراهيم؟ خلاص، طالما احنا الاثنين مخونين بعض يبقى نقطع الورقه من النص. يعني ايه ده بقى ان شاء الله؟ يعني تخلص لي ورق القضيه اسلمك سليم. لا يا حبيبي ما ياكلش. خلاص اختك عندي. اختي مش هتبقى الورقه اللي هتلوي بيها دراع عزناتي. اختي مش هتقدر تاذيها في حاجه. انت مش ناقص، كفايه البلاوي اللي متلتل عليك. ما كده. بص يا زناتي، ده حق ربنا عشان نبقى كلنا تراضينا زي ما بتقول. ماشي يا ابراهيم، كلمني بالليل واقول لك انا عملت ايه. بس اعمل حسابك لو حصل عوق نوره هتموت. ما هي مش اغلى من اللي مات وهيم. وانا مش عبيط عشان اضحي باختي عشان خاطر سليم الانصاري. مهما كان غالي عليا مش هيكون اغلى عليا من اللحم. ده ناصح ايوه. عموما هستناك تكلمني. سلام ابو خليل. ايوه سليم بيه، زناتي جه. داخل يعني عليا خلاص؟ طلع عليك، طلع عليك. ماشي خلاص، الفيديو بيحمل اهو على طول. سلام. ويا خبريني ويا عيني يا مش فاكران في النار والجرح، كل ما اجي افرح دايما بتعزيني. يا صفاء انا وصلت، انت فين؟ طب انجزي الاحسن، والمصحف هيفوتك كتير. طب يلا انا هدخل استحمى انا عشان ريحتي تقرف من نومه المخزن. طب يلا انجزي، مستنيك عشان تلاقي في لي ظهر. يا بنت جبت الاباحه دي منين؟ إيه؟ طب يلا مستنيك. سلام يا روحي. سلام. عمال فيا Thank you.
جيت يا صفاء؟ جيت يا اخوي. اتليفت ولا جا ليفك يا حبيبي؟ فيها اسحاق هو لعب عيالي يا اخي. حاج عزام ما انا قلت لكم كده وانتوا افتكرتوني بعرك. الراجل بصراحه زهق وحاسس ان هو بيربي فلوسه على الارض. هو احنا قصرنا في حاجه يا اخي؟ قلت لكم سيبونا شويه لحد ما نتصرف مع الراجل صاحب البيت. وسيبناكم بدل الشويه شويه. ايه اللي حصل؟ ها؟ مفيش حاجه حصل بصراحه كده. انتوا مش هتعملوا حاجه ولا هتقدروا على الراجل ده. سيبونا بقى نلقط عيشنا في حته تاني. تلقط عيشك مين يا جدع انت؟ في ايه؟ عليا الطلاق، ما حد يقدر يحط رجله في الارض دي طول ما انا موجود. انت جرالك حاجه؟ ماشي خطيه، انت ساكت ليه؟ اسحاق عنده حق يا حاج، الموضوع فعلا مسخ قوي ولازم له نهايه بقى. الله ينور عليك يا مولانا، الله ينور عليك. اظن كده بقى عدنا العيب. لا يا اسحاق، العيب هو اللي انتوا عايزين تعملوه. احنا مش عشرة يوم. قول الخواجه بتاعك موضوعها هيخلص. خلصنا يا شيخ عطيه بقى، خلصنا يا اخي. النهارده يا حاج الموضوع هيخلص النهارده. بالذوق بالعافيه هيخلص. بس انتوا قولوا يا رب. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش قلت لك الحمد لله رجعت مجبور الخاطر؟ الحمد لله يا عم صالح، بركة دعواتك بقى. طب يلا يلا اركبوا. يا هيما طمني، عملت مع بنتك؟ يلا استنى. الجدع اللي اسمه ابراهيم ده كويس؟ ما يقدرش يلعب معايا الدنيا طول ما اخته معايا. النبي يا عيني، البت دي صعبانه عليا. هي يعني كان ذنبها ايه؟ وانا هاكلها؟ بعدين ومين فينا كان ليه ذنب في اللي بيحصل ده يا صفاء؟ انا مش قصدي. قول لي. البت دي صحيح حلوه؟ يا نهار اسود ومنيل، حلوه ايه ووحشه ايه وانا في ايه ولا في ايه؟ وبعدين ليه غيرك يا بت؟ قول لنفسك يا اخويا. عارف يا زنتي، لو الشيطان كده يوزك وتحاول تهرب ناحيتها، والله العظيم تاكلك بسناني انت وهي. طب والنبي على نفسي تاكليني بسناني. يا سلام. سيبك من البت دلوقتي، خلينا في اخوها. صح، انت ناوي تعمل ايه في اللي طلبه منك؟ والله ما قدامش غير سكه واحده بس يا صافي، واديني ماشي فيها لما نشوفها تودينا لفين. هو انت عارف انها مش في البيت يا ابراهيم؟ ايوه سميحه عارف، ما تخافيش. عارف منين؟ وما خافش ازاي واحنا ما نعرفش عنها حاجه؟ يوه، بعدين معاكي بقى يا سميحه، ما قلت لك مالكيش دعوه. انا هتصرف يا سميحه ونور هترجع البيت ان شاء الله. هترجع منين؟ هو انت عارف هي فين من اساسه؟ يوه بقول لك يا سميحه، ما تندمنيش ان انا كلمتك عشان اطمنك. طب انت فين؟ مالكيش دعوه يا سميحه، هانت يا سميحه ان شاء الله، كلها يومين ثلاثه والهم ده يزيل عننا كلنا باسم الله. يا رب يا ابراهيم. مع السلامه يا حبيبتي، خلي بالك من بنات يا سميحه. حاضر حبيبي. ايه يا باشا؟ وانا زعلتكم في حاجه؟ الله، هو مش زمايلك البشوات برضو بيوصل لهم المعلوم كل شهر وكل واحد بياخد حقه تالت ومتلت؟ ليه بقى الحوارات دي كلها؟ ولا انتوا زي القطط تاكلوا وتنكروا؟ قطط؟ بص يا معلم حسني، الامان اللي انت بتوكلهم انا ماليش فيهم، ده شغلك يابا وانت ادرى بيه. انا لا دي منطقتي ولا دي دايرتي ولا انا بشتغل بالنظام ده من اساسه. سبحان الله،
انت بتغني وترد على روحك يا باشا لما انت مالكش فيه؟ جايبنا هنا ليه وتفتح لي قصص وحواديت؟ عشان ارسيك في اللي عايزك. عشان انا اعرف عنك كل حاجه، ولو عايز اقلب عليك الدنيا هقلبها في ثانيه. الله، هي تلاكيك يا باشا وشكل للبيع ولا ايه؟ هو في بيني وبينك حاجه؟ هيبقى في لو ما سمعتش كلامي وطوعتني في اللي عايزك. عشان عايزني خير يا باشا؟ ابراهيم السني قطيعك، ماله الزفت ده؟ عاوزينه يطلع برا. عاوزينه؟ مين اللي عاوزينه؟ بيطلع برا ازاي؟ انت اسئلتك كتير ليه يا معلم حسني؟ انا اللي عايزه يطلع برا، يا اما بقى هزعل منك واقلب على الوش التاني. عشان كده رسيتك الوش التاني عامل ازاي يا باشا؟ انا مالي؟ هو انا كنت قاضي؟ سيبك بقى يا معلم من جو جعلوني مجرما ده عشان ما ياكلش معايا. صبيك اللي اسمه زلطه يشير الليله ويضر ما دخلك شر. وزلطه يودي نفسه في داهيه ليله مؤاخذه. ده حوارك انت بقى يا معلم، انا ماليش فيه. ولو غالي عليك حد غيره يشيلها. انا اللي يخصني في الموضوع ابراهيم السني يطلع من الليله دي براءه. انا لا غالي عليا ولا طايق اشوف وشه، ده واد رزل ومالوش اي لازمه. حلو قوي. ولو مش هتعرف تخليه يشيلها بمزاجه يشيلها غصب عنه. غصب عنه ازاي يا باشا؟ بقول لك يا معلم، هي صعب عليك يعني؟ زي ما شلتها ابراهيم تشيلها له؟ عيلين من صبيانك يروحوا يشهدوا عليه في النيابه ان هو اللي عملها، وتبقى خلصت على كده. اظن سهله دي. هي مش سهله بس ليها حل. يبقى تسمع مني بقى عشان اقول لك هيقولوا ايه بالظبط. ايوه يا باشا، بس لا مؤاخذه يعني، انت مهتم قوي بموضوع ابراهيم السني ده، انت تعرفه منين لا مؤاخذه عشان تعمل له ده كله؟ مالكش فيه يا معلم، ابراهيم يخصني وبراته تخصني، غير كده مفيش. طب انا بقى اللي يخصني ايه؟ ده انا هبيع عيل ولد صبياني، اعمل ده كله ليه؟ لوجه الله؟ عشان تتقي شري. شر البليه ما يضحك يا باشا. على راي المثل الاذيه ليها الف ناب. ماشي، بص يا باشا، وشرك ده لا مؤاخذه انا عندي ليه الف حل عشان ابتديه. بس بصراحة بقى أنت عجبتني ودخلت قلبي، وهنفذ لك كل اللي أنت عايزه. بس أنا ليا مصلحة عند إبراهيم، وأنت اللي هتخلصها. مصلحة؟ آه، مصلحة ليا وليه؟ انجز يا حسني وقت اللي في جوفك. نسب. أنا طالب القرب من إبراهيم في أخته نورة. هسلمكوا زلطة ونشرب شربات براءة أبو خليل مع شربات جوازي من نورة أخته في ليلة واحدة. وأنت اللي هتشهد على العهد. ماشي يا باشا؟ لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. إيه يا سليم الافتراء ده؟ اللي عمل فيها كده ربنا ينتقم منه. وأنا هلاعبهم بالفيديو ده، أخليهم ياكلوا بعضهم. أنا عايز أفهم، ما جبتش الموبايل التاني ليه؟ ما ينفعش يا هدى، الموبايل التاني لازم يفضل هناك، لازم زانتي والناس اللي معايا يفضلوا مطمنين. ده الظاهر عطية. خشوا انتوا جوه دلوقتي، يلا قوموا معايا. مين؟ انا الشيخ عطيه. خير يا عطيه؟ استنوني انتوا في العربيه. خير يا حضره الناظر؟ وانا امثالي برضو بيجي من وراهم غير كل خير. عمرك ما كنت بخيل يعني؟ مش هتقول لي اتفضل ولا ايه؟ يا راجل ده انت مضايف الاغراب اللي ما تعرفش عنهم حاجه في بيتك. ما بالك بقى بتبير البلد وابن كبيرها. يا لهوي نوره، اما طلعت نمره يا بت نوره ما كنتش اعرف انك مدوراها كده. اصل شكلك غلبانه يا بت، بس الظاهر كده مفيش حد غلبان غيري. ده الراجل تعبان من ناحيتك على الاخر. إلهي ربنا ياخده البعيد، هو عايز ايه مننا؟ مش كفايه اللي عمله فينا؟ الشهاده لله وعريس زي الاطرار. بس هنقول ايه بقى؟ ادي الله وادي حكمته. وانا عملت اللي عليا، الباقي عليك انت واخوكي بقى. وبيني وبينك انت لو عايز تاخدي رايي توافقه. ما هو لما تعيشي مرات حسن الضبع احسن ما تموتي عازبه، ولا ايه؟ اسمع يا عطيه، الوقت متاخر وانا راجل كبير، فاقول الكلمتين اللي عندك من غير لف ودوران. ولو ان طول عمري ماليش في اللف والدوران يا حاج صالح، بس ماشي بقى. نبينا عليه افضل الصلاه والسلام بيقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام: اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه لئلا تكون فتنه. صح؟ صح.
أنا جاي طالب إيد بنتك يا حاج صالح. هدى؟ هو أنت عندك غيرها تصلح للزواج ولا إيه؟ بس اللي أعرفه إن أنت عندك اتنين ولا زادوا؟ لا هما اتنين يا حاج صالح، وهدى إن شاء الله هتبقى التالتة. آه، وعملت حسابك على الرابعة ولا لسه؟ دي أرزاق بقى حضرة الناظر. سبحان الله. بس إيه اللي طلعها في دماغك تيجي تطلب بيت بنتي أنا وفي الوقت ده بالذات؟ والله هو الموضوع في بالي بقى له فترة كبيرة. أنا عارف إن هدى هينقصها بعض الأشياء، بس إن شاء الله هتكملها في بيتي لما تقعد مع أخواتها تتعلم منهم وتعرف نظامنا إيه. هدى ينقصها بعض الأشياء وإنت بقى اللي هتكملها لها؟ ينقصها مثلاً إنها ترتدي النقاب بعد قراية الفاتحة على طول، والباقي تكمله لما تعيش في وسط البيت وفي وسط أخواتها. آه، طب أنا ما عنديش بنات للجواز. اعقل الكلام اللي بتقوله يا صالح. يا صالح، وجاي تقول لي ترضون دينه وخلقه؟ يا قليل الرباية. أنت مش عارف أنا مين وممكن أعمل فيك إيه يا صالح؟ أنهي دين ده اللي بتتكلم عنه يا فاق؟ أنت جاي تقول لي أنا ربكم الأعلى زي فرعون؟ امشي اطلع بره، وإلا هضربك بالجزمة زي زمان عشان تتربى. تضرب مين يا مرتد يا ملحد يا حجر جهنم أنت؟ مش كفاية إني حايش عنك الناس وعامل اعتبار لسنك؟ اسمع، بنتك هتبقى زوجتي وتنول شرف انها تشيل اسمي، وانت هتسيب البيت ده وتيجي تعيش معايا في الدوار، يا اما ترحل انت وبنتك وتشوف لك حته تانيه وبرضه هتسيب البيت. وقسما عظما وانت تعلم ان ابو مصعب اذا اقسم ابر، لخليك عبره لمن يعتبر. انت جاي تهددني في بيتي يا حرامي يا ابن الحرامي؟ انت عارف ان انا لو قتلتك دلوقتي يا صالح ما يبقى لكش ديه؟ شيل ايدك من على سلاحك بدل ما اهلك يزعلوا عليك. طب احمد ربنا يا اخي ان انا جاي الم لحمك بدل ما انت سايبه الكل من هب ودب كده. هدى خطيبتي وريت فتحتها امبارح، تحسبهاش كتير، ايسر الشر واتكع على الله. بدل ما انا اللي قسم العظم ان هضربك بالنار. الشر انتوا اللي جبتوه لنفسكم. اسمع يا صالح، قدامك فرصه ثلاث ايام تلم فيهم حاجتك وترحل من هنا، يا اما انت المسؤول عن اللي هيحصل لك. ثلاث ايام بالعدد يا صالح، وقد اعذر من انذر، وليعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. جمعوا لي الاخوه كلهم اللي لادي وعن بكره ابيهم، قولوا لهم ابو مصعب عايزكم في امر جلال. معلش يا عم صالح لخبطت لك الدنيا، بس ما كانش ينفع اتفرج عليه وهو بيغلط فيك. يا ابني حصل خير وكتر خيرك، احنا دنيتنا طبيعي متلخبطه من الاول، وان الاوان انها تتعدل. يلا اتفضلوا ناموا والصباح رباح. والله مش عارفين ننام ازاي في الهم ده يا شيخ صالح، انا خايف للشيخ مصعب ده جاي يرمي علينا حزام ناسف في اي لحظه. يا ابراهيم ما تقولش يا رب عندي هم كبير، قول يا هم عندي رب كبير. يلا ناموا تصبحوا على خير. يلا يا هدى. معلش يا هدى، مش عارف انا قلت كده ليه، بس يعني ما كانش في حل غير ده. تصبحوا على خير. والله ابراهيم انا حسيت انت اللي نحستني، مال انا بحنان وابو مصعب، انا ناقص. صحيح
ممكن انا اللي اكون نحست فعلا. انا هبلغ بقى ولا اسلم نفسي انا كمان. يقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. طب في الاخره هتشوف نار جهنم والعياذ بالله. انما في الدنيا ده امر للمؤمنين ان يلحقوا بهم العذاب الاليم. احنا سكتنا كتير قوي يا اخوانا على الراجل اللي اسمه صالح ده، وتحملنا منه ما لا يحتمل عشان نقي نفسنا واهلنا شر افكاره المسمومه وكلامه الشيطاني، وعملنا حساب للجيره وللعشره كما وصانا النبي عليه الصلاه والسلام. انما يصل به الامر انه يعيش اتنين رجال اغراب في بيته مع بنته، ده اللي لا يرضاه لا شرع ولا دين ولا اخلاق حتى. واحنا ما نبقاش رجاله ولا قائمين على اقامه شرع الله وحدوده في الارض لو سكتنا على الفحش والرذيله. انا النهارده اديته مهله اخيره وطلبت منه يرحل عننا بسلام. اذا رحل واستجاب ورضخ كان بها، وإذا جنحوا للسلم فاجنح لها. أما إذا ركب هواه وربنا سلط عليه شيطانه فملوش عندنا غير العذاب الأليم. وكما قال المولى عز وجل في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا إن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. ايه رايك بقى في المكان؟ حلو مش كده؟ مش بطال يعني. مين بقى اللي قايل لك عليه؟ وانت مش عارفه امكانيات جوزك ولا ايه؟ سيبك من المكان. ودي اللي قلت ايه؟ في ايه يا شادي؟ في السفريه يا مش. صدقيني احنا الاثنين محتاجين ده. رحت ايضا سنغافوره وماليزيا نعمل شهر عسل جديد. قلت ايه؟ ما اعرفش بصراحه، هشوف واقول لك. ايه مالك؟ شفت عفريت؟ بصراحه وانيل كمان. بسم الله ما شاء الله، أنا مش بحسد ها؟ يعني عصفورتين كلاري قاعدين في المكان. الله يخرب بيتك، اسمها كناريا، أنت ضايع. مش عارف بقى، ازيك يا إنجي عاملة إيه؟ أهلاً. هو أنت يا ابني مش قلت لي إنك هتنام؟ إيه اللي نزلك؟ والله يا معلم كنت هنام فعلاً بس أنا ما عرفتكوش. دينا صاحبتي شادي أكتر من أخويا، إنجي مراته. طيب أنتوا شكلكم كنتوا قاعدين قعدة رومانسية وأنا جيت فصلتكم، فهسيبكم بقى لمشاعركم وأنا جنبك هنا. يا عم تعالى اقعد معانا. لا لا شوية كده واجي لك. مبسوط يا انجي قوي اني شفتك، عن اذنكم. يعني يوم ما تخرجني في مكان هتخرجني في مكان تامر اللي قايل لك عليه؟ وكمان جايبه يتفرج علينا؟ احنا مش فرجة يا انجي. وبعدين الراجل احنا قابلناه صدفة. مين بقى البنت اللي معايا دي؟ شكلها شمال قوي. مالناش دعوة. خلينا في موضوعنا. قلت ايه؟ انا عايز امشي يا شادي. ابو خليل انا خلصت لك مع حسن الضبع خلاص، بس هو لي شرط، يتجوز نوره. وانا موافق. خلصوا لي القضيه الاول وبلغوني، هسلمك سليم تسلمني نوره ونكتب كتاب على حسن الضبع.